أو لبعض الوقت، فمن نزل بيتا امتلكه ليقيم فيه مدة طويلة، أو من استاجر شقة ليجلس فيها شهورا أو شهرا، أو استاجر غرفة ليقيم فيها يوما وليلة، أو وهو في السفر نزل في الصحراء ليمكث فيها ساعات أو يبات في الصحراء ليلة، كل ذلك يتناوله قوله من نزل منزلا. فيستحب لمن نزل منزلا في أول النزول، سواء كان النزول لمدة طويلة أو لمدة قصيرة، في أول النزول يأتي بهذا الدعاء، فإنه إن جاء به لم يضره شيء، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرتحل من منزله ذلك. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ أي أعتصم، أعتصم بكلمات الله، فالاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى أن يكفيه شر ما أهمه وشر كل ذي شر. قال: أعوذ بكلمات الله. كلمات الله تتناول كلماته سبحانه وتعالى الكونية القدرية، وكلماته الشرعية الدينية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. التامات التي لا يعتريها نقص، من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر. وهذه استعاذة عامة تتناول كل ما يخشى من شره، سواء من الإنس أو السباع أو الشياطين أو الحيات والهوام والعقارب ونحو ذلك، كل ذلك يتناوله قوله من شر ما خلق. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قول حتى يرتحل هذا يفيد أن هذا مطلوب في كل نزول، لأن هذا التعوذ ينفع الإنسان في هذا المكان الذي نزل فيه.